الله أوقاتكم بكل خير متابعينا ومتابعي طقس العرب في الأردن. نرحب بكم في هذه النشرة الجوية التي سنتحدث فيها عن الحالة الجوية المتوقعة في عموم مناطق المملكة لنهار اليوم بإذن الله. نبدأ نشرتنا بالتوقعات الجوية للعاصمة عمان لهذا اليوم، حيث يسود الطقس غالبا صافي 18 درجة مئوية، حيث تبقى درجات الحرارة أقل من معدلات يعني مثل هذا الوقت من العام الملموسة 17، الرطوبة مرتفعة حوالي 80%، أما الرياح تكون خفيفة السرعة بالمجمل. نذهب الآن لتفاصيل باقي مناطق المملكة، نبدأها شمالا حيث تسجل إربد 22 إلى 11 درجة مئوية، عجلون 19 إلى 11، المفرق 20 إلى 9 درجات، وجرش 22 إلى 11. بالنسبة للمنطقة الوسطى نبدأ بالعاصمة عمان 18 إلى 11، الزرقاء 21 إلى 8، البلقاء 19 إلى 13، مأدبة 20 إلى 10، والبحر الميت 25 إلى 16. المنطقة الجنوبية نبدأها بالكرك 16 إلى 8، الطفيلة 17 إلى 11، الشوبك 16 إلى 9، معان 17 إلى 6، والعقبة 27 إلى 16. وأخيرا المنطقة الشرقية نبدأ برويشت 19 إلى 6، الصفاوي 20 إلى 6، والأزرق طقس صافي 21 إلى 7. بهذا ننهي نشرتنا، للقاء.